الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة بوشبان التعليمية، مرحبا بكم في فيديو آخر جديد، وهو فيديو سنطرح فيه أسئلة على الأخ محمد. السلام عليكم. وقال أنه مستعد، لذلك سنختبر معلوماته. إذن سنبدأ برضية الأولى. رضية الأولى تقول: ما حكم الشرع في الزواج التالي؟ ما حكم الشرع في الزواج التالي؟ يعني هي إما علي تقول لي واش مباح ولا غير مباح مع التعليل، وتقول لي علاش. إذن الوضعية الأولى: رجل لا يرغب في الزواج لأنه لا يريد الأطفال. باش نشرح لك أكثر، رجل ما بغاش يتزوج. علاش؟ حيت هو ما عنده سوق في الدراري، يكون عنده الدراري ولا ما عندوش ماشي مشكل بالنسبة لي. يا راه شنو الحكم اللي قلتي انت؟ مباح، جائز، يمكن ليه ما يتزوج، ممكن. وعلاش؟ الا كان تمتلك الشهوة ديالو راه عنده، يمكن ليه انه ما يتزوج، من حقه انه ما يتزوج الا بغى. مزيان مزيان. غادي نطرح عليك وضعية اخرى، وضعية اخرى غادي نطرحها عليك نشوف. مزيان. اذا الوضعية الثانية: ارادت امرأة الزواج من ابن عمها المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19. اذا اشنو الحكم الشرعي في هذا النوع ديال الزواج؟ حرام حرام. وعلاش؟ حيت يمكن انه قتل راسو وقتلها حتى هي، حيت كوفيد راه خطير. مزيان مزيان مزيان. وضعية الثالثة، وضعية اخرى، وضعية ثالثة: تزوجت مغربية من هندي حسب طقوسهم. زوجت واحد المغربية بمعنى مسلمة من واحد الهندي بالطقوس ديالهم، على حسب الطقوس ديالهم. إذا شنو الحكم ديال الشرع في هذا النوع ديال الزواج؟ واش مباح؟ واش حلال؟ واش حرام؟ حرام، حيت راه الزوج يكون هو ميثاق شرعي، يعني على حسب الشريعة ديال الدين الإسلامي. مزيان مزيان. وضعية الثالث، الرابعة، وضعية الرابعة: تزوج تلميذ زميلته زواجا عرفيا. تزوج تلميذ زميلته زواجا عرفيا. ما عرفتوش هذا شنو هو الزواج العرفي؟ دروكا باش تفهموا اكثر، واحد الدري وبنت مثلا تقراو في الثانوي تزوجوا زواج عرفي. شنو هو الزواج العرفي؟ الزواج العرفي بمعنى ان هذا الزوج، او بمعنى ان هذا الدري وهذه البنت جمعوا واحد مجموعه ديال الاصدقاء ديالهم، قراوا الفاتحه، او انهم داروا عقد، داروا واحد الورقه تقولوا فيها بما راه هذا الدري راه تزوج بهذه البنت، وحنا تنشهدوا، وتولوا توقعوا هذوك الزملاء ديالهم، تولوا توقعوا تيديروا الاسم ديالهم، الاسماء ديالهم مع التوقيع ديالهم، انهم تشهدوا على هذا النوع ديال الزواج. اذا اشنو الحكم الشرعي في هذا الزواج؟ حرام حرام، حيت ما موثقش. علاش اللي هو حرام؟ حرام حيت ما موثقش عند القاضي، القاضي ديال الاسره ما وثقوش، ما كتبوش، داكشي علاش هو تعتبر حرام. مزيان مزيان مزيان. اذا انتقلوا لوضعيه اخرى اللي هي الوضعية الخامسة. وضعية خامسة تقول: تزوج شاب بفتاة على وجه الدوام. زوج واحد الشاب واحد الفتاة على وجه الدوام لتأخذه إلى فرنسا باش تديه لفرنسا. أشنو الحكم ديال الشرع في هذا النوع ديال الزواج؟ واش حلال ولا حرام؟ أنا تنقول أنه حرام. علاش؟ علاش اللي حرام؟ ما حرامش، حيت الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لنا: تنكح المرأة لمالها أو لجمالها. إذا تقول لنا لمالها، بمعنى ممكن أن المقصود ديالو أنها حيت هي عندها الفلوس، وممكن أنه بتخرجوا خارج الديار المغربية، داكشي علاش اللي جائز، وزيد أنه بتزوج بها على وجه الدوام، بمعنى ما كاين حتى شي مشكل في هذا النوع ديال الزواج، بتزوج بها على وجه الدوام. إذا وضعية أخرى، وضعية أخرى، يلا. نعم. تزوج رجل من امرأة حبا لمالها. تزوج رجل
من امرأة حبا لمالها. يلا شنو حكم الشرع في هذا؟ هذا على حسب ما قلتي دابا انه راه حلال، حلال بمعنى جائز، لانه ممكن يتزوج بها غير الهدف ان الحصول على الفلوس ديالها. ممكن. مزيان مزيان مزيان. وضعية اخرى، وضعية اخرى اللي هي وضعية السابعة، تزوج رجل من امرأة مختلة عقليا. واحد الرجل تزوج من واحد امرأة حمقى مختلة عقليا، اذا شنو حكم الشرع في هذا النوع ديال الزواج؟ واش حلال ولا حرام ولا؟ يلا اش قلت؟ هو مكروه ولكن جائز، حيت مكروه بمعنى هذا الشرط ديال العقل ما كاينش عندها، ولكن جائز انه يتزوج بها. مزيان مزيان. وضعية اخرى، وضعية اخيرة بالنسبة لنا في هذا المحور اللي هو محور ديال الزواج، وضعية ثامنة، إذا تزوجت امرأة من رجل أصيب بشلل نصفي، رجل مشلل نصفيا ما تحركش النصف ديالو لأسفل، واحد المرأة تزوجت به، إذا شنو حكم الشرع في هذا النوع ديال الزواج؟ جائز، جائز أنها تزوج به إلا بغات تهتم به، هو مكروه ولكن جائز أنها تزوج به. مزيان مزيان. وبهكا تنكونو كملنا هذا الجزء الأول اللي هو وضعيات بالنسبة لدرس الزواج، ونلتقي بعد الفاصل. إذا رجعنا لكم مرة أخرى في وضعيات، هذه المرة وضعيات خاصة بالطلاق. إذا غادي نسولو الوضعية الأولى الخاصة بالطلاق. إذا يلا الوضعية الأولى، ما حكم الشرع فهاد الوضعيات اللي غادي نقول لك دابا؟ إذا الوضعية الأولى، طلقت حامل طلاقا رجعيا فأخذت عدة التي لا تحيض، يعني تحسب 3 أشهر. إذا المرأة حامل طلقها رجلها طلاق رجعي، طلاق رجعي بمعنى انه كيف قلنا انه تيقول لها هيب الفم انني راه مطلقك، ماشي تمشي وتفسخ العقد تتقطع العقد، لا هيب الفم ديالو، بالفم ديالو تيقول لها انت مطلقه. وهاد المراه اللي طلقها طلاق رجعي هي حامل، حامل وبدات تحسب، حيت هي لا تحيض، حيت هي حامله لا تحيض، بدات تحسب على حسب النوع ديال العده اللي هو عده المراه اليائس، نعم، التي لا تحيض. اذا شنو الحكم ديال الشرع؟ هو جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، حيت هي حامله خصها تحسب على خصها تحسب ان تضع حملها، واخا تجلس 9 شهور. مزيان مزيان. اذا الوضعيه الثانيه، وضعيه ثانيه، امراه مطلقه قبل الدخول، واحد المراه طلقت قبل الدخول لم يمسها، عجلت بالزواج من ابن عمها، بمعنى هي طلقت قبل الدخول، هي تزوج بسرعه بولد عمها، اشنو حكم الشرع فهاد الوضعيه؟ يلا دول جائز، لان المطلقه قبل الدخول لا عده لها. جائز. مزيان. اذا المطلقه قبل الدخول لا عده لها، وبالتالي يحق لها ان تتزوج مباشره بعد طلق، وسواء أكان هذا الطلق رجعيا أو بائنا فتبقى هي لا عدة لها، سواء قال عليها بالفم أو مشاو فسخ العقد، تتولي مباشرة تتزوج من بعد عقد، لأن جسمها ليس فيه أي هرمون من هرمونات هذا الرجل الذي طلقها، لأنه لم يعاشرها. نعم. وضعية أخرى تقول، امرأة مطلقة قبل الدخول تزوجت مباشرة بعد انتهاء عدتها، امرأة طلقت بعد الدخول وتزوجت مباشرة من بعد العدة ديالها، دارت العدة ديالها وتزوجت مباشرة من بعدها، هو أول حاجة ما عندهاش العدة. مزيان. جائز أنها تزوج، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، امرأة قبل مطلقة قبل الدخول لا عدة لها. وبهكا تنكون وصلنا لوضعية أخرى، وضعية رابعة، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا مرتين،
طلقها جوج ديال المرات وأراد أن يرجعها خلال عدة المرة الثالثة. رجل طلق مرته طلق رجعي جوج المرات، من طلقها النوبة الثالثة مشى لعندها وبغى يردها، مشى يردها قبل ما تكمل العدة ديالها ديال الطلاق الرجعي الثالث. يلا شنو حكم الشرع في هذا؟ حكمه أنه جائز واخا يطلقها 10 20 جائز أنه يردها حيت هو طلاق رجعي. مزيان. وضعية أخرى تقول: رجل أراد إرجاع طليقته رجعيا، رجل أراد إرجاع طليقته رجعيا بعد انتهاء عدتها ليوم واحد فقط. رجل بغى، واحد الرجل بيرد طليقة ديالو طلاقا رجعيا، ولكن هي كملت العدة ديالها النهار واحد النهار باش كملت العدة ديالها. يلا شنو حكم الشرع؟ واش ممكن انه يرضى ولا ما يمكنش انه يرضى؟ لا ما يمكنش انه يرضى حيت راه غير جائز، حيت كملات العدة ديالها، يعني راه هي تولي تتحسب دائم. صافي اطلقت. مزيان. قضية اخرى، قضية سادسة: رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا في احد ايام ثم طلقها للمرة الثانية في اليوم الموالي. إذا باش فهموا أكثر وباش فهمت نتايا، واحد الراجل طلق مرته واحد النهار طلاقا رجعيا، والنهار الآخر عاوتاني طلقها بالفم ديالو، بمعنى النهار الأول قال ليها أنت راه مطلقة هي بالفم طلاقا رجعيا، والنهار الآخر الموالي طلقها مرة أخرى هي بالفم ديالو، طلقها بمعنى طلاق رجعي، قال لي أنت يوم طلقها. إذا هاد المرة واش بغات تحسب بالنهار الأول اللي طلقات فيه، ولا بغات تحسب بالنهار الثاني اللي طلقات فيه؟ باش بغات تحسب النهار الأول ولا الثاني؟ يلا اش قلت؟ هي عادي تحسب بالنهار الأول حيت طلقات الثانية ما محسوباش، حيت خصو يتصالح معاها عافاش الا بغى يرد مزيان. اذا عادي تحسب من النهار الاول حيت الطلقه الثانيه ما تتحسبش، حيت الا بغى يطلقها المره الثانيه تخصو يتصالح معها ويعاود ثاني الا بغى يطلقها طلاق رجعي. داكشي اللي قلنا. وصلنا الى وضعيه اخرى وهي الوضعيه السادسه، تقول: نعم، طالبت زوجة لؤي بالبقاء في منزل طليقها فترة العدة بعدما طلقها قبل أن يدخل بها. إذا واحد المرأة طلقها الرجل ديالها، نعم طلقها قبل الدخول، ثم طالبت أن تبقى في منزل طليقها، في منزل طليقها. مرأة طلقت قبل الدخول وطلبت من هذاك الطليق ديالها أنها تبقى في البيت ديالو طيرت هذيك مدة العدة. إذا هو جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، راه حيت هي صافي مطلقة قبل الدخول لا عدة لها ولا تبائن، داكشي علاش ما خصهاش تبقى في دار الزوجية. نعم مزيان. إذا الجواب صحيح. الوضعية السابعة تقول: طلبت مطلقة من طليقها نفقة الحضانة. ما طلقها الزوج ديالها، من طلقها الزوج ديالها قالت ليه بغيت النفقة، الفلوس بغيت الفلوس، نعم ديال الحضانة ديال الأولاد، بمعنى ينفق على الأولاد ديالو. واش جائز ولا غير جائز هذا الشيء اللي تطلب هاد المرأة أنه يبقى تيصيفط ليها الفلوس على حساب ولادها؟ جائز، حيت هادوك راه ولادو، يعني خصو ينفق عليهم، ماشي يطلقها صافي راه طلقت الدراري، هادوك الدراري راه ولادو. مزيان، الجواب صحيح. نشوفو وضعية أخيرة ثامنة اللي تتقول وضعية: راجل طلق مرتو ثلاثة المرات بمعنى طلق دائم بينونا كبرى، هو يجيب صاحبه
باش يتزوج بالطريقة ديالو ثلاثة مرات الطريقة ديالو ويتزوج باش يتزوج بها ويطلقها وهو باش يرضها. يلاه شنو حكم الشرع في هذا؟ حرام حرام. مزيان مزيان، الجواب صحيح، الجواب صحيح. وبهكا تنكونو كملنا هاد المحور ديال الوضعيات ديال الطلاق. غادي نتلاقاو من بعد الفاصل باش نشوفو سؤال آخر. إذا وصلنا لآخر محور اللي هو غادي الأخ ديالنا غادي نطرح عليه وغادي نقرا ليه مجموعة ديال الآيات، وتا نتوما غادي نقرا لكم مجموعة ديال الآيات وتحددوا لي النوع ديال العدة. إذا السؤال يقول ما نوع العدة في الآيات التالية؟ ما نوع العدة في الآيات التالية؟ إذا الآية الأولى تقول، يلا وحاولوا أنكم تسبقوا بالإجابة شنو النوع ديال هذه العدة. الآية تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مطلقة الحامل، الحامل نعم، جواب صحيح. آية أخرى وهذه الآيات خاصكم تحفظوهم بالنسبة للامتحان الجهوي، هذه الآيات كلهم ديال أنواع ديال العدة خاصهم يتحفظوا. إذا الآية الثانية تقول، الآية الثانية تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عدة والعدة، عدة المرأة المطلقة الحائض. مزيان مزيان. آية أخرى، إذا الآية تقول، الآية الثالثة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. مزيان. ننتقل للآية الأخرى، الآية الأخرى تقول واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. عدة المرأة اليائس والتي لا تحض. مزيان. إذن آية أخرى، الآية الأخرى تقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عدة ديال هاد العدة، عدة المرأة المطلقة قبل الدخول. مزيان الحفظ، ما عندي ما تسألكم الحفظ مزيان. آية أخرى تتقول للذين يألون من نسائهن تربص أربعة أشهر وإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ما فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن عادي تقولوا لي بالمرة هذه الآية جديدة عليكم، ما عرفتهاش ما عرفتهاش. داك الشيء علاش غادي نشرح عليكم هاد النوع ديال الطلاق، لقيته في واحد الامتحان جهوي، داك الشيء علاش اللي قلت انني خصني نقول لكم باش تكونوا سامعين باش تعرفوه. هاد النوع ديال الطلاق تتسمى الإيلاء. الإيلاء وهو حلف الإنسان على عدم معاشرة زوجته. تحلف الانسان الى فات التحلف قال لها والله ما نعاشرك، اقسم بالله العلي العظيم ما نعاشرك. هو الى بغي يحلف هو اللي مشرع كيف طلقوا في الايه اللي تتقول لنا، تقول لنا الله سبحانه وتعالى للذين يألون من نسائهم تربص أربعة أشهر، بمعنى المدة اللي عنده اللي هي أربع شهور. الى فات التحلف وقال لها والله ما نعاشرك عام، تنقولوا ليه لا ما يمكنش عندك يا اربع شهور، اربع شهور هي اللي عندك. ولا فتح تحلف وقال لها والله ما نعاشرك شهر، تنقولوا ليه ايه في حدود شهر شهرين ثلاثه اشهر اربعه اشهر، هذه حدود اربع شهور، حدود هذه اربعه اشهر. الى فتح حتى باغي
انه يعاشرها الى اشتاق للزوجه ديالو باغي انه يعاشرها، اش خصو يدير؟ خصو كفار، خصو يكفر على هذا الحليف اللي حلف. حنا اللي مشهور عندنا في المجتمع وهو خصو يصوم 3 ايام، وهذا خطا. هو راه خصو الترتيب، هو راه كاينين ثلاثه ديال الامور خصو يدوز منهم، عارفاش الا ما توفروش فيه عارفاش اللي تصوم 3 ايام. اذا كيف قلت، الا بغاها قبل ما تكمل هذيك المده اللي حلف عليها هو، اش تخصو غير يا اما اطعام 10 مساكين، 10 ديال المساكين يوكلهم القياس اللي تشبعو هو، توكلهم 10 ديال المساكين هاد الكفارة، وإلا ما لقاش الكسوة ديالهم يلبسوهم الحوايج ديالهم. وملي تنقولو الكسوة ديالهم أن العورة ديالهم تغطى. هذا النوع الثاني ديال الكفارة. عارفاش تمشيو النوع الثالث اللي هو عتق رقبة. دروكا ما كايناش عتق رقبة، ما كايناش عتق رقبة. إذا ما توفرت في هاد الشروط بثلاثة، إلا ما تحققش لي هاد الشروط بثلاثة، عارفاش اللي تيمشي النوع الرابع اللي حنا مشهور كاين عندنا، اللي هو صيام 3 ايام. اذا تخصو هاد الكفارة اللي لقينا انها كاين فيها 4، تخصو الكفارة الى بغي يعاود ويرجع يعاشرة. اما الى فات كيف قلت انه حلف شهر، تنقولوا ليه يصبر انه ذاك الشهر، يصبر هذاك الشهر ويرجع ليها ديك الساعات ويرجع ليها. اما الى كيف قلت كثار من 4 شهور، تنوي تردو للربع شهور، تردو ربع شهور. اما الى بقى هو بقى قال لك انا ما بغيتش كاع انا 10، وهي خدات العده ديالها، والعده ديال الايلاء كي قلنا اللي هي 4 شهور، الى كملت هي العده تحرم عليه، صافي تولي تسمى طلاق بائن، طلاق بائن تحرم عليه. اذا كيتب لنا الله سبحانه وتعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا بغى أنه يطلقها راه تولي تكمل هذيك 4 شهور. أما إلا هي هو نسى وكملت 4 شهور ديالها، العدة ديالها كملت هاد 4 شهور ديالها، تحرم عليه، لها أن تطلب الطلاق أو القاضي تفسخ الطلاق، تطلقهم كاع بصفة نهائية. إذا نعود الآية. الآية تقول للذين يألون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الآيتين 226 و227 سورة البقرة. وبهكا تنكونوا كملنا هاد الفيديو ديالنا بهذا النوع الاخر من العده، اللي هو عده المراه التي توفرت في هذا الشرط، شرط الايلاء. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.